شرف كبير طبعا انك تبقى متواجد في النادي الاهلي. السنه دي خدت مني علشان انا ما شاركتش بصفه استمرار يعني، ولكن لو عاد بيا الوقت يعني اكيد لا، النادي الاهلي كبير طبعا انت عارف يعني. علي ماهر واحمد سامي. بشكره طبعا عشان كابتن علي عارف، هو عارف امكانياتك قوي، ومقدر دايما لما انا كنت راجع من الفتره اللي ما بلعبش فيها، فهو مقدر وكان بيحاول يساعدك، وكان مؤمن بيك جدا انك كده كده هترجع وهتبقى احسن من احسن الناس يعني اللي موجوده. هو راجل شخصيه جميله ومدرب كبير طبعا. مدرب كبير. مدرب كويس. مدرب كويس. شخصية محترمة. شخصية محترمة جدا ومدرب كبير. ليها ايجابيات وليها سلبيات، في الاخر لما واحد بيقول لك حاجة بناءة انت بتستفيد منه، لكن برضه في الجانب الأكبر منها ان هي الجانب بقى السلبي يعني بتلاقي بقى كلام مش منطقي خالص، في حاجات سلبية كتير. مرة واحد كان دعا يعني بدعا عليه، أنا مش عارف ليه، وانت استغربتها قوي. ما بردش، اصل انت في الاخر هترد يعني هترد على حد انت مش شايفه، فانت مش عارفه يعني هترد ازاي. يعني برضو انك تاخد خطوه انك تمشي من النادي الاهلي طبعا قرار كبير يعني. هو زعلت وفرحت، مش كده؟ انت في الاخر انت لو موجود في النادي الاهلي هتبقى دي حاجه كبيره جدا لاي لاعب، وشرف كبير لاي لاعب، وشرف كبير ليا طبعا. بس بشجع برشلونه ونفسي العب في ارسنال. اكتر واحد عشان بنلعب زمان، من زمان مع بعض، فندفيد طبعا انت عارف ندفيد كان جيلي وفرقتي، هو شويه فاهمني، وفي غنام محمد معانا في نادي فيوتشر. في لعبه كتير كويسه انا من ضمنهم. في ماتشين يعني، الماتشين كانوا بتوع الترجي، أول ماتش ليا في أفريقيا كان ضد الترجي في رادس، عارف أنت لسه أول ماتش ليك في أفريقيا في حياتك يعني، بس الحمد لله قدرت أعمل ماتش كويس أوي وده اتبسطت بيه. الموقف الأصعب التاني بس ده ما شاركتش فيه، كنت موجود بس ما شاركتش فيه، كان النهائي بتاع أفريقيا مع النادي الأهلي في رادس اللي خسرنا فيه. دوري وكاس، ده اللي انا بحسبها دايما بالحاجات اللي انا شاركت فيها فعليا، لكن في حاجات يعني ممكن بقى يبقى في سوبر افريقي بقى. دوري بطولة افريقيا يعني انا كده محسوبه لي ولا لا؟ بس يعني لو انا كنت بتواجد في النادي الاهلي فهي جاي يعني محسوبه لي اكيد، لكن كان نفسي اشارك فيه. الله اعلم.
ولا فتره سموحه؟ لا فتره سموحه انت عارف انت في الاخر انت وانت مجموع انت مرتبط بعد مع النادي الاهلي قصدي، فانت اي حاجه هتبقى فيه عروض هتبقى من عن طريق النادي الاهلي مش من عن طريق النادي سموحه. انت عارف يعني البطوله يعني ما لهاش مقياس معين، انت شايف الجزائر مثلا دلوقتي كانت المرشح الاول البطوله دلوقتي اصلا ممكن ما تصعدش، فانت يا عالم يعني